السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء في كل مكان في أنحاء جمهورية مصر العربية الحبيبة، أهلا ومرحبا بكم من القاهرة، محدثكم عبد الرؤوف حمدي، ومعانا الأستاذ أيمن هلهول من بورسعيد. هنبدأ النهاردة إن شاء الله حلقة من حلقات الفيزياء للثانوية العامة من منصة البث المباشر لوزارة التربية والتعليم، وبإذن الله هيبقى عنوان درسنا النهارده تدريبات على توصيل المقاومات على التوالي والتوازي، بعد ما أساتذتنا شرحوا الجزء الخاص بها المرة اللي فاتت يوم الأحد، فإحنا إن شاء الله هنكمل. أستاذ أيمن بإذن الله هنبدأ. توكلنا على الله. دي أسئلة يا جماعة مجمعة من الامتحانات، وزي ما إحنا شايفين كده في البداية عنوان الفصل بتاعنا، طبعًا زي ما إحنا عارفين بنقول التيار الكهربي، فبالتالي إحنا هنبدأ بقى نتعامل مع توصيل المقاومات على التوالي والتوازي، ونشوف هل فكرة توصيل التوالي والتوازي زي ما وصلت مع أساتذتنا يوم الأحد في دماغنا ولا لا. هنبدأ نتعامل مع أول سؤال زي ما احنا شايفين كده قدامنا على الشاشة، بيقول تم تشكيل سلك منتظم المقطع مقاومته 48. يبقى مقاومة السلك يا جماعة في البداية قبل ما نعمل فيه أي حاجة كانت 48. هنبدأ نشكل السلك دوت على شكل حلقة معدنية مغلقة زي ما احنا شايفين في الرسم، فالواضح ان احنا هنوصل بطارية بين طرفي قطر الدايرة، يعني اصبح الجزء اللي فوق ده مقاومته 24 اوم، والجزء اللي تحت برضو مقاومته 24 اوم، هيبقى متوصل على التوازي الاتنين مع بعض. فهو كأني بقول لك انت لما تكون موصل مقاومة قيمتها 24 اوم مع مقاومة تانية قيمتها 24 اوم على التوازي، يبقى معنى كده ان انت هتبقى تجيب المقاومة المكافئة بتاعة الشكل الدائري اللي قدامك دلوقتي. انا سامع واحد بيقول لي كده المقاومة المكافئة هتبقى واحدة منهم على عددهم، زي ما تعودنا في القانون بتاعنا بتاع التوصيل على التوازي لما يكونوا مقاومتين متماثلتين. يبقى معنى كلامك ان انت هتقول لي 24 على الاثنين، يبقى كده المقاومة المكافئة بتاعتك هتكون 12. طيب ده بالنسبة لاختزال المقاومات. احنا لسه طبعا هنبدأ نتكلم النهاردة برضو يا مستر ايمن على حاجة اسمها قراءة الاميتر وقراءة الفولتميتر او حساب شدة التيار. فطبعا خلينا دلوقتي نكمل ونشوف الدائرة دي كده مع مستر ايمن، بيقول لي في الشكل المبين بالرسم. في الشكل المبين بالرسم مجموعة من المقاومات المتصلة مع بعضها، إذا كانت المقاومة المكافئة للمجموعة كلها 8 أوم يكون مقدار المقاومة R بتساوي كام؟ 9 7 4 2. أنا أول حاجة بعملها ببص للشكل، الشكل اللي قدامي ده أقدر أعتبره 3 مقاومات على التوالي، 1 2 3. الأولانية فيها 2 مقاومة كل واحدة ب 2 أوم، يبقى المحصلة بتاعتها 1 2 على 2. التانية فيها 5 يبقى 1 زائد 5. التالتة بقى فيها R فأربعة على R زائد 4، يعني 2 على التوازي R. تمام كده. هو بيقول لي إن المقاومة المكافئة للشكل كلها ب 8، يبقى هحلها في خطوة واحدة، هكتب 8 تساوي 1 زائد 5 على 6 زائد 4 R على R زائد 4. بص كده على المعادلة اللي قدامك فيها مجهول 1، ودي 6 جنب 8 يبقى الناتج 2، يبقى 2 بتساوي 4 R على 4 زائد R، اعمل المقص، يبقى 4 R بتساوي 8 زائد 2 R، 4 R بتساوي 8 زائد 2 R. أحب أنبه أبنائنا الطلبة إن الاتنين لما تتضرب في المقام اللي هنا المقام فيه زائد، فلازم الاتنين تتضرب مرتين، مرة في الأربعة ومرة في الR، ملحوظة هامة جدا، الاتنين تتضرب مرة في الأربعة ومرة في الR. هنودي الR جنب الR، يبقى 4 R ناقص 2 R بتساوي 2 R بتساوي 8، يبقى الR بتساوي 8 على 2، يبقى الR بتساوي، ها برافو، الإجابة 4 أوم، الإجابة جيم. أحب في الشكل ده
في شويه افكار كده لازم اقولها. تمام؟ هل افرق الجهد؟ لا، اللي هي مثلا يا مستر عبده، لو انا عملت خط، ودي فكره مهمه، خط من المقاومه الاولى اللي على الشمال، الصوره اللي على الشمال دي خالص، هعمل خط واوصل الخط ده فاضي كده بالمقاومه 5، هاجي على الشمال، على الشمال خالص اوصل خط، تمام، خط، لا خط في النص، ايوه هنا، ها للخمسه، تمام، وامشي خلاص، اللي دي موجوده، ها الخمسه هنسيبها موجوده، وامشي هنا خط. لو طلب مني هنا سؤال مهم اهو، تفكير بره الصندوق زي ما بنقول، الاثنين والاثنين بقت بكام؟ وديت اكيد مستر عبده هنتعرض لها في اسئله كتير، اصبحت هنا ده سلك فاضي، وزي ما جيت في الامتحان العام الماضي، يبقى المقاومه 2 و2 كانها مش موجوده، والمقاومه ار و4 دي كانها مش موجوده، يبقى المقاومه المكافئه للشكل دي بقت كام؟ ها تمام، بقت 5. يبقى دي بعض الافكار في مسائل السلك الفاضي. واقعد افكر في التوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي، احل لنفسي مسائل بافكار كتير. تمام كده مستر عبده؟ يعني احاول احط لنفسي افكار تانية. يبقى المقاومه المكافئه في الشكل زي ما رسمناها وعدلنا الرسمه، الاثنين والاثنين ماشيين من سلك فاضي، يعني خلاص ما فيش مقاومه، مقاومه بصفر، هنخش على الخمسه بس، نروح على الشكل الثاني، الار والاربعه حطينا سلك فاضي، يبقى اخرج من السلك الفاضي، اصبحت المقاومه المكافئه هي المقاومه 5 بس. يبقى عايزك تفكر وتحاول تعمل لنفسك افكار جديده حسب النظام الجديد اللي احنا شغالين عليه. اتفضل يا مستر عبده. تمام. مستر ايمن، طبعا الاسئله دي زي ما احنا قلنا دي اسئله امتحانات سابقه، وطبعا الشكل اللي ظهر قدامي دلوقتي ده كان موجود في النموذج الاسترشادي للوزاره السنه اللي فاتت. طبعا تمام. النماذج الاسترشاديه بتنزل قبل الامتحان النهائي، بينزل لك نموذجين من الوزاره، نموذجين بتبقى متدرب عليهم، بتعرف شكل الاسئله اللي متاح ان هي تبقى موجوده معاك. وطبعا احنا في نظامنا الجديد، عشان بعضنا طبعا بيدخل في قصه ان احنا شغالين بالنظام الجديد ولا شغالين بالنظام القديم، لكن ده شكل من اشكال الاسئله اللي موجوده عندنا السنه دي، عشان كان موجود زي ما قلنا في النموذج الاسترشادي، فمطلوب مننا ان احنا نتعامل معاه ونشوف. ممكن ما يدينيش ارقام زي 2 و2 توازي، نعملهم واحده على عددهم تطلع واحد، او 4 و4، 3 و2، 5 ارقام يعني، ممكن يديني رموز زي ما احنا شايفين. هو هنا السؤال طبيعي جدا، بيقول لي اي مجموعه مقاومات تعطي مقاومه كليه قيمتها ار. طبعا انت واضح قدامك ان احنا هنا بنعمل ايه، بندربك لغايه دلوقتي على كيفيه اختزال المقاومه او ايجاد المقاومه المكافئه للشكل. فانا عندي اربع اشكال، الشكل ايه زي ما احنا شايفين، طبعا هو بيقول لي انا عايز مين فيهم يديني مقاومه ار. في البدايه احنا بنتدرب وبناخد وقتنا، لكن مع الوقت طبعا عايزين نشتغل ويكون اسرع. فانا لو بصيت هلاقي ان الفرع اللي فوق متصلتين على التوالي الاثنين ار والاربعه ار، يبقى وكانهم مقاومه بسته ار. تمام؟ تحتيهم مقاومه بثلاثه ار، تحتيهم مقاومه ثانيه قيمتها ار. طب ليه يا مستر انت طلعت الثلاثه ار في النص؟ هم كده كده مش هتفرق معاك وهيبقوا توازي. عايزك بقى تاخد بالك بس، عشان في ناس تقول لك اول ما الاقي الرموز موجوده في الشكل انا بترعب وما بعرفش احل وبتكتف والدنيا بتخنق. اعتبر ان الار مش موجوده دلوقتي قدامك على اساس ان دي 6 ودي 3 وده يعتبر 1. طبعا الستة والتلاتة هتبقى ليها قصة طويلة جدا معانا، أو قصة قصيرة زي ما بقول. لما تلاقي الستة والتلاتة متوصلين توازي شيلهم وحط 2. طب ليه يا مستر انت بتقول كده؟ هقول لك على حاجة، لان هم طالما توازي على اعتبار ان هم مقاومتين، فانت هتقول لي 6 في 3 على 6 زائد 3 من منطلق القانون ان لو مقاومتين توازي مضروبهم على مجموعهم، يبقى 6 في 3 على 6 زائد 3 18 على 9 فيها الاثنين. فخلاص انا بمجرد ما هفتكر على طول يا مستر ان ال 6 وال 3 توازي هشيلهم واحط مكانهم 2، وطبعا زي ما قلنا الار يبقى 2 ار. هحط معاهم المقاومة الثالثة اللي هي R دي على التوازي زي ما احنا، ونبدأ نقول لو انا عايز المكافأة بتاعتهم هقول له طبعا مضروبهم على مجموعهم زي ما قلنا، يبقى 2 R على R، اي 2 R في R ب2 R تربيع على مجموعهم 3 R. طبعا هطير دي مع دي هتطلع معاك 2 على 3 R.
هو طالب ان الشكل يديني ارك صافيه، يبقى ده مش هينفع، الاجابه دي مستبعده. طب تعالى ننقل على الشكل اللي جنبه برضو، 3 ار وار، يبقى هشيلهم واحط مكانهم مقاومه قيمتها 4 ار، وهجيب مقاومه تانية تحتيهم اللي هي برضو حط 4 الأربعة ار، آر وبعدين اتنين آر، ومقاومه تانية 2 ار. اتفضل يا مستر ايمن، هنعمل ايه؟ 4 آر و4 آر دول هنختزلهم في مقاومة واحدة ب2 آر، أربعة جت الاتنين منين؟ واحدة على عددهم، الواحدة بأربعة آر عشان شبه بعض، وعددهم اتنين، يبقى على الاتنين فيها يبقى الواحد، أربعة على على الاتنين الاتنين، فيها الاتنين، تطلع باتنين آر. وبعدين نفس الكلام 2 على 2 فيها الواحد، يبقى اختزلنا دي بقى اتنين آر، مقاومتين، واللي تحت اتنين آر برضو، يبقى واحدة اتنين على على اتنين عددهم يبقى واحد، هتطلع ايه؟ آر. تبقى هي دي الإجابة على طول من يبقى غير على ما طول هي أفكر في الباقي. الشكل رقم، تمام. تمام. بس انا كان ممكن برضو اساعدك وانت قاعد دلوقتي بسرعه كده نتخيل او نجيبها بمجرد النظر بقيه الاشكال، عشان لو جات لي مثلا في الامتحان بعد كده، لان زي ما انا مستر ايمن بيعمل معانا دلوقتي بيقول لي الرسمه اللي قدامك ممكن يجي لها سؤال بشكل تاني. فانت عندك مثلا الار والثلاثه ار دول باربعه ار الشكل ده مثلا، واللي تحت اربعه واثنين سته. طب يا ترى انا ممكن اختزل او اجيب المقاومه المكافئه للشكل اللي قدامي اللي هو الشكل دي، هعدل بس الشكل 3 و1 يبقى 4 ار، تمام. تمام والوضع اللي تحت ده كده 6 ار، وطبعا زي ما احنا شايفين ال 4 ار وال 6 ار توازي، برضه هيبقى مضروبهم على مجموعهم 4 في 6 واحد راح سألني ب 24. سؤال، واحد سألني سؤال، هل انا هحط هنا نفس المثال السابق في الشكل رقم دي، اعمل خط مستقيم في النص زي القطر كده، خط مستقيم زي القطر في النص، فين هنا؟ هنا ها، يبقى مقاومة الشكل ده بقى كام؟ صفر. ليه؟ بقت صفر، التيار هيمشي ها، كده تمام، وهيكمل كده اتفضل اتفضل، ويخرج صح. كده، على اعتبار ان انت بتتعامل مع التيار ان تيار ذكي بيمشي في الطريق الفاضي وبيبعد عن انه يمشي في المطبات. وطبعا السؤال ده وجد فعلا في النموذج الاسترشادي بتاع الوزارة السنة اللي فاتت، يا الاول يا الثاني، جاب له فعلا شكل وحط له سلك فاضي في النص وقال له هات لي المقاومة المكافئة أو هات قيمة المقاومة، وطبعا طالما لقيت سلك فاضي يبقى المقاومة اللي فوق بتتلغي والمقاومة اللي تحت بتتلغي، وأكيد هنقابلها إن شاء الله وإحنا شغالين دلوقتي واحنا ان شاء وإحنا الله ان شاء بنحسب الله بإذن الله. هنحاول نديكم معظم الافكار، احنا عندنا حوالي في توصيل المقاومات على التوالي والتوازي اكتر من 4 5 افكار، مقاومه السلك الفاضي والمقاومه اللي فرق الجهد بين طرفيها هيبقى بصفر، ومجموعه المقاومات اللي على التوالي الواحده ومجموعه المقاومات بتاع التوازي الواحده، عايزك تدرب نفسك على حل المسائل دي كتير، لان بدات فعلا الدرس ده يا مستر ايمن سهله، بيخلي الطلبه فعلا تتضايق ويبقى درس بالنسبه لهم رخم، لكن لو انت هو ده خدته مدخل الفيزياء بسهوله والله، بالظبط كده مشيت بالظبط. فيه كويس هتحب الفيزياء صدقني، وهتقفل الفيزياء، مشيت فيه كويس حبيته، اتعقدت وقعدت تنفخ وقعدت مش فاق، لا مش عايزين الطريقه دي، حاول ان انت تشغل مخك باستمرار. اتفضل يا مستر عبد، ده سؤال امتحان في الدور الاول السنه دي 2021 فعلا، بنفس الشكل اللي قدامك بيقول لك في الدائرة التي أمامك عايز قيمة شدة التيار، بغض النظر إن إحنا عايزين نجيب شدة التيار، اركن شدة التيار دلوقتي على جنب، وإنت عشان تجيب شدة التيار اللي طالع من البطارية يبقى إنت بتجيب شدة التيار الكلي. تمام، طب ما أنا عشان أجيب شدة التيار الكلي يا مستر لازم اجيب بقسم المقاومه الكليه، الفي باتري اللي هي قوة الدفعة على المقاومة الكلية، يبقى لازم اختزل المقاومه دي كلها او المقاومات المتصله قدامي اختزلها، وبالتالي اقسم الفي باتر اللي هي ال 12 على المقاومه الكليه اللي انا هجيبها، اقدر اجيب له قيمه شده التيار. يا ترى التيار هيطلع معانا 4 امبير ولا 76 من 100 ولا 83 من 100 ولا 3 امبير؟ وطبعا الاختيارات اكيد هيبقى فيها تركايه عشان لو لا قدر الله انت غلطت تختار الإجابة الخطأ. طبعا أنا عايزك بهدوء تطلع من القطب الموجب كتيار السلاحي زي ما احنا متفقين مع بعض، ونقف تمام عند النقطة دي كده تمام ونستنى نفسنا كده نشوف يا ترى النقطة دي التيار هيحصل له إيه؟ هيتفرع في 12 و6 مع بعضهم هم اللي هم أقدر أقول عليهم إن هم 18 أوم لأن هم توالي، تمام وهيتفرع فرع تاني في المقاومة 9، يبقى ال 18 معاها ال 9 كده واضح ان هم متوصلين توازي.
وهيتفرع في مقاومة تانية ب18. ماشي، المقاومة ب18 دي أنا هرسمها كده، مع الستة وبعدين توازي. مقاومة تانية 6 معاها توازي، ولكن أنا عندي مقاومة فوق ب3 لسه ما قربت لهاش. يبقى أنت كده خلي بالك، أنت كده وكأنك عدلت الشكل. تعال نمشي واحدة واحدة. التسعة والتمنتاشر توازي، يا مستر، يبقى المكافأة بتاعتهم مضروبهم على مجموعهم، 18 في 9 على 18 زائد 9 هيعملوا لي 6، مع الـ3 اللي فوق يبقى يعني دي في 6 تسعة. و3، ولسه الـ18 زي ما هي، ولسه الـ6 التانية زي ما هي. طيب تعال نقول مع بعض حاجة مهمة جدا، ايه هي دلوقتي؟ الستة والتلاتة دول توالي ب9 مع الـ18 توازي مع الـ6 هي كمان توازي. ممكن واحد يقول لي يا مستر، هو انا ممكن اشتغل عليهم بقانون الواحد على ار بيساوي واحد على المقاومة الاولى زائد واحد على المقاومة الثانية زائد واحد على المقاومة الثالثة؟ راحتك طبعا، هتروح تطلع معاك 1 على 3، كده انت جايب مقلوب المقاومة. يعني لما هتقلب هتلاقي ان الارض دلوقتي بتساوي 3 اوم، دي كده تبقى المقاومة الكلية 3 اوم. تمام، ده بالنسبة. ونخلي بالك الحته ده يا مستر، اتفضل. نخلي انت هنا اشتغلت بطريقه الواحد على الار، يبقى الناتج اللي هيطلع مش الار، عشان في طلبه بتاخد الناتج اللي بيطلع في الحاسبه، لا الناتج اللي هيطلع هو واحد على الار طالما هتشتغل كده. اذا الناتج اللي هيطلع لازم تقلبه، لازم تجيب مقلوبه. عشان ملحوظه كده انا مهمه بس جدا. يا مستر قصدت طبعا ان انا اشتغل بالقانون ده عشان تمام، حضرتك، او نقول الملاحظه دي. وفي نفس الوقت لما قلت هنا ال 18 وال 9 توازي، قلت ممكن اختزل الاثنين مع بعض مضروبهم على مجموعهم، عشان كده تمام. نقول 18 في 9 على 18 زائد 9 هتعمل 6. هو ده كان المقصود، ان احنا نتدرب على الاشكال كلها ونبقى عارفين القوانين كلها شغاله ازاي. طب ما هو كده يا مستر، احنا جبنا المقاومه المكافئه 3 اوم، والفي باتري ب 12 فولت، يبقى معنى كده ان قيمه التيار الكلي اللي خارج من البطاريه هيساوي 12 على 3، هتبقى الاجابه بتاعتنا 4 امبير، وتبقى دي الاجابه الصحيحه. وعشان اقول لك على حاجه، عشان تعرف ان احنا بنجيب لك بفضل ربنا سبحانه وتعالى طبعا كل جديد، السؤال ده زي ما قلنا هو سؤال موجود في الدور الاول، يعني برضو نصيحة لوجه الله، احنا مش عايزينك زي ما بيقولوا كده، مش عارف اجيبها لك ازاي، ولكن مش عايزك تبدأ تاخد طاقة سلبية ان في اسئلة بتجنة يا مستر، في اسئلة من زمايلنا بتجنة تبقى اصعب من كده. وطبعا الامتحان انتوا بتقولوا عليه بيجي صعب، وامتحانات من خارج نطاق المجرة او خارج نطاق الكوكب، ما فيش الكلام ده طبعا. ادي سؤال صريح قدامي من اسئلة الامتحانات، وهجيب لك اسئلة الامتحان على النظام الجديد او على النظام القديم زي ما انتوا إن شاء الله. بتسموا، لكن ده سؤال فعلا كان موجود في 2021، وزي ما احنا شايفين سهل جدا ما فيهوش اي مشكلة. طبعا انت هتتفرج على الحلقة مرة تانية باذن الله خلال ال 24 ساعة اللي جايين لحد ما تنزل على اليوتيوب، وتعيد وتزيد زي ما انت عايز لغاية ما تتأكد وتفهم من الحل. نشوف تمام. سؤال تاني كده يا مستر ايمن، ده محتاج مني تركيز او دقة ملاحظة، قوة ملاحظة. ليه؟ نفس فكرة السؤال اللي فات، اللي هو ان الاميتر اللي متوصل مع البطارية يا جماعة ده كده بيقرأ شدة التيار الكلي. فانت لما تيجي تقرا السؤال يقول لك اذا كانت قراءه الاميتر 3 من 10 امبير، طب ما انت كده لازم تقول لي ايه يا مستر ايمن؟ ان التيار الكلي بكام؟ بثلاثة من عشر أمبير، ال لأن 3 من خارج 10 امبير البطارية. خارج من هنا هيجي يقف هنا، محتار اروح فين؟ جزء فوق وعايزين برضو المقاومه الملحوظة التيار. المهمة، هو التيار، خلي بالك التيار بيخرج من الموجب عشان يروح للسالب، يعني انت اما هتطلع من الموجب المفروض هتوصل السهم ده لغاية ناحية القطب السالب، وانت ماشي بقى اقعد دور على التوالي ودور على التوازي بمنتهى البساطة ومن غير توتر ومن غير أي حاجة خالص. تمام، اتفضل. ادي طلع كده في الفرع اللي فوق وراح ماشي في
الفرع اللي تحت برضه اهو ده كده فرع تاني. طب ما هو برضه هيمشي في الفرع ده يا مستر. بص ايديا بقى ار وار صح، يبقى برضه ما هي المقاومه دي ار والمقاومه دي ار، يبقى انا ممكن اعتبرهم الار دي والار دي اقدر اعتبرهم مقاومه هم كمان باتنين ار، ويبقى ده كده المسار التالت. تعال نحسب تاني، التيار خارج اهو من القطب الموجب، مشي في الفرع اللي فوق ادي واحد، مشي في الفرع اللي تحت ده ادي اتنين، مشي في الفرع التالت ده ادي كده تلاتة. لو انت خدت بالك المقاومة دي 2R والمقاومة دي 2R والمقاومة دي 2R، يبقى التيار اللي هو التلاتة من عشرة ده اتوزع بالتساوي. يبقى لما اجي اقول لك ان قيمة شدة التيار ده لازم تقول لي ده هنا واحد من عشرة امبير عشان مشي هنا واحد من عشرة امبير ومشي هنا كمان واحد من عشرة امبير. يبقى كده الإجابة الصح بتاعتك هتبقى واحد من عشرة أمبير اللي هي الإجابة دي. خدت بالك إن أنت هنا ده سؤال برضو من أسئلة الامتحان، وبالتالي لازم تكون مركز، لأن أحياناً السؤال بيبقى معتمد على قوة ملاحظتك وفهمك لتحليل السؤال نفسه. تمام؟ شوف سؤال تاني. ده سؤال كان في امتحان من الامتحانات السابقة وتحول برضو أو كان موجود اختر في الدائرة الموضحة بالشكل. إذا كانت قراءة الأميتر 3 أمبير، فين هي؟ آدي الأميتر أهو، ده كده يعتبر وكأنه مش بيقرأ تيار كلي بقى مستر أيمن، ده بيقرأ تيار إيه؟ خارج من المقاومة 1 أوم، يبقى هو عايز قراءة التيار اللي خارج من المقاومة 1 أوم. واحد يقول لي مستر ده في 3 متصلة مع الواحد على التوالي، إذا تيار المار في الواحد هو نفسه التيار المار في التلاتة. ملحوظة مهمة، يبقى التيار الماشي في الواحد هو التيار نفسه اللي ماشي فين في الثلاثة، لأن دول على التوالي. تمام، يبقى قراءة الأميتر هنا 3 أمبير. طيب المقاومتين دول بأربعة واتناشر، بتحب تشتغل بالنسبة ولا تحب تشتغل بفي كل بتساوي في فرع؟ قدامك طريقين. تمام، عندنا حتة بتقول إن الفي كلي بتساوي في الفرع، أربعة واتناشر. تمام، التيار اللي هو في الأربعة ده بتلاتة أمبير، عايزين نجيب التيار اللي في الاتناشر أو هو طالب القوة الدافعة. لو أنت جبت التيار ده والتيار ده، أنت عندك كده المقاومة المكافئة الكلية بكام؟ أربعة وأربعة في اتناشر على أربعة زائد اتناشر زائد ستة، عشان الستة معاهم توالي. تمام، يبقى فرق الجهد في 1 بيساوي مين؟ في 2 في كلي، على أساس إن هما توازي. توازي صح؟ صح. الفي 1 عبارة عن ايه؟ اي في ار بتاعته 3 في 4. 3 في 4 يبقى هنا ب 12 تساوي اي في 12. اي في 12 نجيب الاي 12 اي في ار برضه. اي بتساوي انا كده هجيب الاي هيطلع 1 امبير، يبقى التيار اللي ماشي هنا يا جماعة ب 1 امبير. عندي 3 3 امبير هنا اهو زي ما مستر ايمن بيقول، التيار الكلي 4 امبير 1 امبير، يبقى التيار الكلي اللي كان جاي من هنا 4 امبير. ادي بص كده 4 امبير اهو هيمشي كده، هيتوزع 1 امبير اهو و3 امبير اهو، يبقى كده التيار الكلي فيه هنا بكام؟ ب 4. طب انت واخد بالك يا مستر ايمن ان 3 في 4 دي عملت لي فرق الجهد هنا 12. تمام، وطبعا دي توازي، يبقى فرق الجهد هنا كام؟ 12 فولت. صح، معانا 6 4 في 6 4 في 6 بكام؟ 24. في برضه هنا اي في ار هتعمل لك 24 فولت، يبقى انت فرق الجهد اللي كان طالع من البطاريه طلع 24 فولت هنا و12 فولت هنا. فولت هنا اجمعهم، يبقى كده الفي كليه 24 فولت في المقاومه ام 6، والمقاومات دي كلها فرق جهدها بكام يا جماعة؟ ب 12 صح كده يا مستر أيمن؟ يبقى هيطلع كام؟ 36 فولت، يبقى قوة دفع البطارية ب 36 فولت. دي من المسائل الجميلة جدا اللي بتشغل مخك كتير قوي فيها. كان في واحدة طبعا شبهها، يعني برضو كانت موجودة في أحد الامتحانات، هنبقى نعرضها عليك برضو في آخر الحلقة بإذن الله، وننتظر منكم الإجابة إن شاء الله. شبه دي برضو كده عشان برضو بتشغل دماغك شوية. نشوف سؤال تاني، ده حلو قوي السؤال ده، جميل، لأنه برضو بيعتمد على إنك مش شرط زي ما قلنا تبقى مسألة
ممكن تبقى مسألة وممكن تتحول تبقى اختر الإجابة الصحيحة بأي شكل. عامة هو هنا بيقول لي إيه؟ في الشكل المقابل عند غلق المفتاح اقف بقى هنا تقل مستر عادل. المقاومة. اقف كلمة عند غلق المفتاح. انا احب دايما طالما الدايرة فيها مفتاح وهيطلب مني غلق، انا هشتغل على الدايرة قبل الغلق. يعني هشوف هستفاد ايه من الدايرة قبل ما اغلق. هتفرق معايا كتير في حل المسألة. اتفضل. فانا الاول هشتغل قبل غلق المفتاح يا جماعه زي ما مستر ايمن تفضل وقال لنا كده، وبعدين هنشتغل بعد المفتاح ما يغلق. فانا في البدايه لو انا طلعت من القطب الموجب زي ما احنا متفقين هنمشي كده، هاجي هنا هلاقي نفسي بتوزع على المقاومه دي، امشي كده سكه ودغري اهو 10 و90 يبقى دي ب 100، تمام، وهتوزع برضو هنا 90 و10 يبقى 100. يبقى يبقى معنى 50 كلامك ان انت عندك مقاومتين 100 20 و100 متوصلين بعد كده بمقاومه ار، يبقى 100 على الاثنين لان ده ب 100 وده ب 100 شبه بعض، واحده على عددهم، يبقى 100 على الاثنين تطلع ب 50 50 زائد الار، يبقى كده يبقى المقاومه قبل الغلق، نقول له كده قبل الغلق تمام R1 بتاعتك هتساوي 50 زائد زائد ار. طب بعد الغلق يا جماعه نشوف كده R2 بتاعتنا هتبقى بكام؟ قفلنا المفتاح ده هيطلع بقى، ركز، التيار هيتوزع ما بين العشرة والتسعين، دول كده ايه؟ توازي. تمام يبقى هقول له 10 في 90 90 مضروبهم على مجموعهم، على مجموعهم 100، 90 هيبقى 90 على 10 فيها التسعة، يبقى المقاومة دي كده الاتنين دول كده مع بعضهم عاملين كام؟ عاملين 9. هنطلع بعد كده نقوله هنكمل ازاي؟ التيار، ها نفس الكلام، توازي. تمام المقاومتين دول برضو توازي، طب ما يدوني شبه اللي 9. تحتيهم، يبقى 9، يبقى كده في مقاومتين، واحدة ب 9 اهي وواحدة ب 9 اهي، يبقوا يبقى 18 18 زائد زائد ار. الار، يبقى كده حط ار لي 2 بقى بتساوي 18 زائد ار. تعالى بقى للمعطى اللي مديهولك في المسألة، اقرا المسألة بقى كويس. تمام، تقل قيمة المقاومة الكلية للنصف، يعني ار 2 دي هتبقى اسمها نص ار 1. يبقى ار 2 ده معطى مهم جدا، لان انت هتشيل ار 2 هتحط مكانها نص ار 1، يبقى 18 زائد ار بتساوي نص ار 1، وعندك اللي هي نص 50 زائد ار. هو ده اهم، هو ده اللغز. فك القوس، يبقى 18 زائد ار هتساوي نص في 50 ب 25 زائد نص ار، ودي الارات جنب بعض، ار ناقص نص ار بنص ار، يبقى نص ار بتساوي 25 ناقص 18 ب 7، يبقى الار بتساوي 7 النص، تطلع الار ب 14 اوم. مساله من المسائل الممتازه، بارك الله فيك يا مستر عبده. دي مسألة لكن خلتنا شغل مخ. يبقى في الملحوظة اللي أنا استفدتها من التدريب ده هي إن أنا شفت مفتاح، فأنا هشتغل كأن المفتاح مفتوح في الأول خالص، وهشوف المقاومة المكافئة هستفيد من الشكل إيه، وهشتغل بعد ما أغلق المفتاح وأبص للمعطيات كويس، هي اللي هتحل المسألة. اتفضل يا مستر عبده. تمام. ده على فكرة عايز أقول لكم المسألة دي كانت موجودة في امتحان من الامتحانات تقريبا، أو مسألة وردت ولكن كانت مسألة عادية، خلي بالك يعني أنت كنت بتحلها أيام البوكلت بالخطوات اللي أنت عملها ده، لكن النهاردة إحنا ممكن نحلها أو نحولها لأخطر الإجابة الصحيحة ونستفيد منها بالمنظر اللي إحنا شايفينه. عشان كده يا جماعة النصيحة الأولى والأخيرة، وقولوا لزمايلكم اللي متابعينا واللي مش متابعينا، أدبي وعلمي وكل الناس، نذاكر يا جماعة زي زمان بالورقة والقلم، ونحل خطوات ونذاكر وكأنك بتذاكر، هتخش تكتب كل الكلام ده عشان تعود نفسك يا جماعة، لأن أنت ما تعتمدش أن أنت تقول لي أنا هعمل أوبن بوك وهعمل قوانين وهعمل الكلام ده كله، لا، أنا عايزك أنت تذاكر زي زمان بالظبط، حل أفكار كتير، حل بدماغك وشغل نفسك كويس، إن شاء الله ما تقلقش وهنبقى مع بعض. ده سؤال كان موجود في 2018 دور أول، برضو كانت بداية تقريبا الأفكار اللي أنتوا بتقولوها بطريقتكم، الأفكار الكرييتيف، الأفكار العالية اللي هي زي ما بيقولوا بتشغل الدماغ شوية. 2018 دور أول وتاني بصراحة كان من الامتحانات الجميلة جدا اللي كان فيها أفكار زي ما احنا شايفين كده. هو هنا بيقول لي الشكل المقابل يمثل جزء من دائرة كهربية، وكان فرق الجهد في الحتة دي كده
ممكن يقول لي انت معاك فولتميتر قرايته زي ما هو بيقول 3 فولت، هو فعلا فرق الجهد بين النقطتين بي وسي اللي هو قرايه الفولتميتر اللي قدامي 3 فولت. طب يا ترى لو عايزين نجيب فرق الجهد الكلي يعني ما بين النقطتين A و-D يا ترى هنعمل ايه؟ انا عايز اجيب فرق الجهد الكلي، هضطر طبعا اجيب فرق الجهد هنا وفرق الجهد هنا وابدأ اجمع التلاتة زائد ال V1 زائد ال V2، يبقى انا كده جبت فرق الجهد الكلي بين النقطتين A و-D زي ما هو عايز. يا مستر عبدو واحد قال لي طب ما انا الاول اصف الشكل زي المثال اللي رقم واحد اللي احنا بدأنا بيه الحلقة، انا شفت الشكل ده كأنه كان مقاومة، برافو، كأنه ثلاث مقاومات، يبقى الشكل ده كأنه قدامي ثلاث مقاومات على التوالي، نعملها في خطوة واحدة، احب الطالب اللي يعملها خطوة واحدة، يبقى R زائد R زائد R على الاثنين زائد R على الثلاثة. تعال ناخد حتة رياضة كده صغيرة، حد يعرف يجمع لي ال R زائد ال R على الاثنين زائد R على الثلاثة؟ نعمل ايه؟ ناخد ال R عامل مشترك، يبقى واحد R افتح قوس R وافتح قوس، ها عشان هندربك، يبقى واحد زائد نص زائد تلت، تمام، تطلع 11 على 6 R، يبقى ال R هنا ال R توتال تطلع ب 11 على 6 R، يبقى انت كده جبت ال R الايه؟ ال R الكلية، استفدت، شغلت مخك، ها ابدا بقى استفاد بالمعطيات اللي هو مديها لك. اتفضل مستر عبده. طبعا هو بيقول هنا ان ده 3 فولت، تمام، هات التيار، يبقى انا هجيب شدة التيار، طبعا هم توالي وانت تمام. فاكر خواص التوالي ان التيار اللي ماشي هنا هو التيار اللي هيمشي هنا هو التيار اللي هيمشي هنا، فانا تمام. ممكن اجيب التيار هنا بدلالة V اللي هو 3 فولت والمقاومة R على الاثنين، هقول له I بتساوي ايه يا جماعة؟ I بتساوي V على R، V يعني 3 فولت على R على الاثنين، مقام المقام بس، يبقى وكأنك بتقول 6 على R، كده انت جبت مين يا جماعة؟ الـ R، تمام؟ ومعاك الـ V كلية بقى، ها معاك الـ I كلية، الـ V كلية بتساوي I في R، I بكام؟ بـ 6 على R في 11، في 11 على 6 R، برافو، هنشيل R مع R و6 مع 6 اتبقى لك 11 فولت. ده برضو من التمارين الجميله اللي بنقول عليها ايه؟ مشغله مخي، مفهمان الفرق بين التوالي والتوازي. تمام. طيب. طبعا ليها حل اخر، خلي بالك ليها طريقه ثانيه. الحلول هنا جميله جدا بالظبط. تعال نشوف كده مع بعض سؤال ثاني برضو من ضمن الاسئله الجميله جدا واللي كانت موجوده برضو في احد الامتحانات، اعتقد الامتحان ده كان امتحان ازهر على ما اتذكر يعني. طيب. السؤال بيقول هنا يا جماعة في الدائرة الموضحة عايز قراءة الفولتميتر. طب انت عشان تجيب قراءة فولتميتر يا جماعة V بتساوي I في R، طب R بتلاتة، يبقى لازم تجيب له الـ I دي بكام عشان تعرف تجيب قراءة الفولتميتر. طب يبقى انت كده قصتك كلها تجيب لي الـ I وتضربها في تلاتة جبت الإجابة. طب بص على الشكل، هو قايل لك ان الأميتر هنا بيقرا 2 أمبير، يبقى المقاومة من 4 أوم طيارها 2 أمبير. طب ما هي متوصلة توازي مع مقاومة تانية ب 8. ممكن زي ما أنا بقولها دايما كده مع الطلبة بتوعي بالإيجيبشن فهلوة، الفهلوة المصرية بتاعتنا، هي المقاومة هنا ب 4 أوم وطيارها 2، يا ترى المقاومة لما تزيد وتبقى 8 أوم طيارها، أنا سامع واحد بيقول لي هيقل ويبقى 1 أمبير. وممكن نعملها بالطريقة اللي هو زي ما قلنا، طالما المقاومتين توازي يبقى فرق الجهد فوق بيساوي فرق الجهد تحت. طب فرق الجهد فوق 2 في 4 هيساوي فرق الجهد تحت 8 اللي هو I في R برضه 8 في التيار المجهول بتاعي دوت، هيبقى ده ب 8 على 8 هيبقى التيار فعلا برضه طالع ب 1 أمبير. طالما التيار ده ب 1 أمبير والتيار ده ب 2 أمبير، يبقى التيار الكلي هنا بكام يا جماعة؟ ب 3 أمبير، لأن 2 و1 كانوا متوزعين على المقاومتين هيرجعوا يتجمعوا ب 3 أمبير. طب ما أنت كده جبت التيار I ب 3 والمقاومة ب 3، يبقى 3 في 3 كده هيبقى فرق الجهد بيساوي كام يا جماعة؟ 9 فولت. أهو ده سؤال برضو من ضمن الأسئلة. هتقولوا لي يا مستر هو بتيجي الأسئلة سهلة بالطريقة دي؟ يا جماعة ما فيش حاجة اسمها أسئلة سهلة وأسئلة صعبة. هي أسئلة
بتقيس انت فهمت ايه من المنهج، انت جبت ايه وحصلت ايه. احنا هنا ممكن زي ما قلت لك تشتغل بدماغك وممكن تطبق القانون اللي انت اتعلمته اللي هو فروق الجهد في حالة التوازي بتبقى ثابتة. تمام، نشوف سؤال تاني كده من ضمن الأسئلة بقى اللي برضو انتوا بتقولوا احنا بنتضايق منها عشان رموز مش أرقام. حاول تفكر معايا كده بالراحة ونشوف ايه العلاقة ما بين A1 و A2. A1 ده لو انت خدت بالك هتلاقيه متصل مباشرة بالبطارية، يبقى ده كده لما يبقى بيقيس هيبقى بيقيس التيار الكلي، لكن I2 بيقيس تيار من تيار الأفرع بتاع الدايرة، لأن التيار الكلي هيطلع كده ويتوزع زي ما مستر أيمن قال لنا، هيبقى طالع من القطب الموجب ورايح للقطب السالب، فهيجي عند النقطة دي ويتفرع، فرع هيمشي كده وفرع هيمشي كده لحد ما يتقابلوا تاني عند النقطة دي ويتجمعوا مرة تانية. عشان كده بقول لك التيار هنا اللي في A1 هو تيار كلي. فهو هنا بيقول لي في الدائرة المبينة بالشكل عايز النسبة بين قراءة الأميتر A1 إلى قراءة الأميتر A2. أعتقد السؤال ده كان برضو من الأسئلة اللي جت في صورة نظر خطوات وتعملها بخطوات وتجيب النسبة في الآخر. طبعا إحنا قلبناها اختر الإجابة الصحيحة عشان عايزك أنت تتدرب على ده. ممكن تتحل إزاي بقى؟ تعال نشوف كده مستر أيمن. تعال نشوف. يبقى أول حاجة طالما طلب مني نسبة زي ما قلنا في الحصص الماضية، طلب نسبة طلب مقارنة، يبقى معناها ان انت هتكتب معادلتين وبعد كده تقسم المعادلتين على بعض. تعال نشوف هنجيب الاي الكلي ازاي اللي هو قراءة الاميتر A1. اي الكلي هتساوي الفي باتري اللي هي موجودة على الار كلي. ها الار كلي هنجيبها ازاي؟ ار في 2 ار على ار زائد 2 ار على جنب كده، يبقى ار في 2 ار في ار على 2 ار زائد ار، يبقى 2 ار تربيع على 3 ار، الار تروح مع الار يتفضل لي 2 على 3 وفوق في ار، طبعا الثلاثه هتطلع فوق يبقى 3 في بي على 2 ار، يبقى دي اي 1 3 في بي. واحد اتخض من الفي بي، لا ما حد ما تتخضش من الفي بي ولا تتخض من الار، لان بالتاكيد هتروح لما تيجي تجيب اي 1. نجيب اي 1، دي كانت اي 1، هنجيب اي 2 بقى. اي 2 هتساوي ها التيار التوازي كله تمام توازي، هيتقسم بايه؟ اتفضل يا مستر اتفضل. ممكن نقول طالما هم توازي يبقى فرق الجهد ثابت، يعني في باتري هي الفي باتري الفرق الجهد اللي مقصر هنا، وهو فرق الجهد اللي مقصر هنا. تمام، يبقى انا لما اجي اجيب قراءه الاميتر اي بتساوي ايه يا جماعه؟ اي بتساوي في على ار. طب ما هي في بتاعتك في باتري يبقى اكتبها في باتري، والار بتاعتك 2 ار يبقى اكتبها على 2 ار. ادي كده طريقه اسهل. اتفضل يا مستر. الحته المهمه بقى، ها هنقسم اي 1 على اي 2، هناخد المعادله الاولى 3 في بي على 2 ار، ها اعملها ضرب واعكس الكسر الثاني يبقى 2 ار على في باتري، شيل في باتري مع في باتري، شفت بقى والار راحت مع الار، ها الاثنين اصبح في فوق 3 وتحت 1، ها يبقى النسبه ايه؟ 3 ل1. الاجابه دال، اوعى تختار جيم لانه عايز ايه 1 ل 2، اما لو عايز ايه 2 ل1 هتطلع الاجابه ايه؟ جيم. وشغل مخك طول ما انت شغال كده. اتفضل. ممكن برضه يا مستر ايمن طبعا احنا كده كده احنا بنشرح فبالتالي انا من حقي ارجع معاك تاني بسرعه كده. هو انت قلت النسبه كام يا مستر؟ القراية الكلية اللي هي 3 بتاعت التيار الكلي والتيار الفرعي اللي ماشي في المقاومة من 2 R 3 إلى إيه؟ إلى 1. طب لو أنا عايزك تتأكد من إجابتك دلوقتي حتى على الأقل عشان بعد كده وأنت في الامتحان بتحل تبقى بتحل وأنت مطمن. هو أنا لو اعتبرت إن المقاومة R دي طبعا هي أصغر من المقاومة 2 R بالنص، يعني المقاومة R دي لو أنا قلت مثلا يعني عشان في ناس بتحب تحلها في صورة أرقام تفرض مش مشكلة، R لو خدت 2 أمبير طب ما هي المقاومة 2 R ضعفها يبقى هتاخد 1 أمبير، صح؟ يبقى معنى كلامك إن التيار الكلي اللي كان طالع 3 أمبير، صح كده؟ يبقى لو التيار الكلي 3 هيبقى التيار اللي ماشي هنا بواحد، يبقى فعلا 3 إلى 1. ده لو أنت عايز تتأكد قوي، أو هي كانت ماشية معاك بالطريقة دي اللي هي نسبة
ان المقاومه ار والمقاومه 2 ار النسبه ما بينهم 1 الى 2، فبالتالي هيبقى بالمنظر اللي قدامنا التيار كل 3 امبير يتوزع الى 2 والى 1 بالطريقه اللي انا قلت لك عليها دي. وعايزين نقول نصيحه مهمه، وانت بتحل مسائل الفيزياء، مسائل الفيزياء اكتر حاجه بتسرق منك الوقت، يعني ما تقلقش خالص، كل ما بتحل بتبص تلاقي ايه، ممكن تحل مسالتين ثلاثه وتلاقي ساعه عدت، ساعه ونص عدت، ده شيء صحي مش شيء خطير. يعني نشوف سؤال ده برضو كان موجود في النموذج الاسترشادي برضو الاول تقريبا، هنا برضو عايز يدربني على قصة اختزال المقاومات وعلاقتها بالتيار. طبعا انا مش عايزك تنسى الجملة ان في ثلاث اضلاع مع بعض يا جماعة، V و I و R دايما ماسكين في بعض، فلو انا معايا R و V هبقى محتاج اكيد ان انا اجيب ال I زي المسألة اللي قدامي. بيقول لي في الشكل السابق لديك اربع دوائر كهربية يحتوي كل منها على جهاز أميتر، اضرب بعينيك هتلاقي ان الأميتر متصل مباشرة بالبطارية، يبقى ده وكأنه برضه زي ما قلنا التيار الكلي. يقول لي ما الترتيب الصحيح لقراءة أجهزة الأميتر؟ أو ده سؤال بتاع السنة دي، سؤال لسه طازة. هتضطر أنت تجيب في كل شكل من الأشكال دي A1 وA2 وA3 وA4، هتبدأ تجيب في كل واحد منهم قيمة المقاومة المكافأة، وبعدين عشان تجيب شدة التيار اللي هو قراءة الأميتر هتقسم في باتري على مين؟ على R الكلية. فتعال نبص مع بعض، أدي مقاومة بستة R وأدي مقاومة بتلاتة R ومقاومة تانية بR جنب الأميتر مباشرة. اختزال الدائرة دي هيبقى عامل إزاي يا جماعة؟ طبعا الستة والتلاتة توازي، أنا لسه قايل لك في أول الحصة هيبقوا 2R متوصلين مع الR اللي فوق وبعدين الأميتر وبعدين البطارية. طيب تعال نبص كده مع بعض، كده تبص هتلاقي ان المقاومة 2R رايحة مباشرة على المقاومة R كتيار سالك على بعضه، يبقى كده المقاومة الكلية هنا 3R اركنها. نيجي بعد كده للمقاومة الثانية او الشكل الثاني، المقاومتين دول توازي 2R و2R واحدة على عددهم بR متوصلة سكة مع الR اللي جنبها، يبقى المقاومة هنا 2R. نيجي هنا قصة السلك الفاضي ظهرت لي يا مستر أيمن، تمام 4R سلك فاضي 4R، يبقى التيار هيبقى ماشي كده، بص إيديا هيمشي كده ويخش في المقاومة R ويجي هنا يمشي في السلك الفاضي ويطلع تاني، يبقى لغى المقاومتين دول تماما، يبقى المقاومة المكافئة او الكلية هنا R بس قلنا هنقابلها. بعد كده الشكل الرابع، المقاومة هنا نص R وبعدين 3R و3R و3R واحدة على عددهم، 3R على 3 بR واحدة بس زائد النص R يبقى كله بواحد ونص R، او نكتبها 3 على 2 R يا مستر لان هي برضو واحد ونص. كده انت جبت الR الكلية في كل دايرة. ترجع تجيب شدة التيار، هنقول له شدة التيار الأول بتاع الأميتر A1 I1 هيساوي V على R بتاعتي اللي هي كام؟ 3 R I2 هيبقى بيساوي ال V باتري على 2 R I3 هيبقى V باتري على R I4 ده هيبقى بيساوي في باتري على 3 ار على الاثنين مقام المقام بس تطلع اثنين فوق. لو انا اعتبرت ان في بي والار عامل مشترك، اتفضل يا مستر ايمن هكتب هنا كام؟ يبقى هنبص هنا تلت وهنا نص وهنا واحد، تمام، وهنا اثنين على الثلاثه. بص بقى شوف مين اكبر طيار في دول، تلت ولا نص ولا واحد، يبقى رقم 3 اكبر طيار، يبقى ايه 3 ده هيكون اكبر طيار، تمام، اكبر من 2 على 3 دي ب 6 من 10 اكبر، ودي 5 من 10 من 4 ودي 3 من 10 يبقى ده اكبر من 4، يبقى انت لو من اكبر من ايه 2 اكبر من ايه 1، الاختيار رقم ج. تمام، يبقى انا كده في المساله دي برضو اللي هي زي ما يقول طازه لسه نازله في النماذج الاسترشاديه بتاع السنه دي، انت اختزلت مقاومات
والبعبع بتاع انهيار موز مش عايزه يخوفك، وفي نفس تمام. الوقت قدرت تجيب قيمة شدة التيار I بتساوي V على R. طيب بكده اقدر اقول لك ان احنا انتهينا من حصتنا، لكن هجيب لك المسألة اللي انا بقول لك عليها دلوقتي حالا، هرسمها لك عشان تتدرب عليها كويس خلاص، وممكن نعتبرها واجب او نشوفها واجب من الواجبات بتاعتنا اللي احنا هنشوفها الحصة الجاية مع بعض بإذن الله. تمام، تعالى بسرعة كده نرسم الرسمة، وحاول تاخدها مننا كده بسرعة على قد ما تقدر. بص على الرسمة عشان يبقى اعتبرنا نفسنا ان احنا بندي واجب، وطبعا زي ما قلت لكم احنا كده كده متواصلين معاكم ما تقلقش. ادي رسمة اهي بيقول لي دي مقاومة وليكن مثلا R1، بيقول لي بتساوي 16 اوم، طبعا انا هشغلك كتير فيها، وفيها I1 بيساوي نص امبير، متوصلة مع مقاومة تانية R2 على التوازي بيمر فيها تيار اسمه I2، مكمل معايا وراح مديني مقاومة تانية بأربعة أوم متوصلة مع فولت ميتر لحد كده والدنيا جميلة، وقال لي هذا الشكل يمثل جزء من دائرة كهربية. في الشكل المقابل أنا عايز من حضرتك بص على الشكل كويس، R1 ب 16 أوم، يا ريت تكون بترسمها بسرعة معايا، متوصل معاها توازي مقاومة R2، المقاومة R1 بيمر فيها تيار نص أمبير، والمقاومة R2 بيمر فيها تيار I2. أنا هنا لو أنت خدت بالك إن فرق الجهد ما بين النقطتين A و B بيساوي 12 فولت، فرق الجهد الكلي هنا في النقطتين دول ب 12 فولت. إيه المطلوب مني هنا؟ عايز منك قيمة الـ R2 وقيمة الـ I2 وقيمة الفولتميتر. أقدر أقول لك إن أنا خلصت، يا رب تكون استفدت من حلقة النهاردة، على أمل اللقاء. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.